هنشوف مع بعض مؤتمر صحفي لمهرجان المسرح المصري، وده للإعلان عن تفاصيل دورته ال 17 في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية. الدورة دي مخصصة باسم سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. هنعرف تفاصيل أكتر في تقرير زميلتنا رانيا ناصر. اتفضلي يا رانيا. طبعا زي البوستر اللي احنا حاطينه، دي دورة سيدة المسرح العربي استاذ سميحة أيوب. الفعاليات عندنا ابتدت بقى لها شهر ونص خلال الورش المسرحية، وبعدين عندنا الندوات. دكتور احمد مجاهد عاملين ندوات هايلة، انا بدعو الناس كلها انها تيجي تتفرج على الندوات السنة دي. السنة دي معمولة بشكل فيه فرجة مسرحية حلوة من خلال الندوات. في ندوات مكرمين طبعا، كلها 10 ندوات، 11 ندوه للمكرمين. عندنا العروض المسرحيه بقى، مسابقات العروض المسرحيه ان شاء الله هتبتدي من يوم 31 بعد يوم الافتتاح على طول ثاني يوم، هتستمر لمده 15 يوم، والختام ان شاء الله يوم 17. عندنا فعاليات مهمه جدا، عندنا اضافه لورشه الكتابه المسرحيه، عندنا نتاج للورش جميعا هيبقى عمل مسرحي يقوم بانتاجه قطاع المسرح، وده أول مرة مهرجان مسرح يقدم ناتج للورش ويبقى عرض يعرض على خشبات المسرح المصري لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، والولاد كلهم متطوعين، والإخراج لشباب والممثلين شباب والديكور شباب والتصميم كله شباب من شباب الورش المتدربين. السنة دي كنت بدرب ورشة الكتابة المسرحية، كنت مسؤول عنها، واعتقد قضيت فترة يعني لطيفة جدا مع عدد كبير من شباب المهتمين بكتابة للمسرح، ويعني من خلال اللي حصل اقدر اقول ان الورشة نجحت بشكل كويس، طلع منها مجموعة متميزة جدا، اعتقد انه ممكن يكونوا اضافة للمسرح المصري فيما بعد.